ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. الحكومة والكتل السياسية في العراق تصف ما حدث من اقتحام للسفارة الأمريكية أنه لا يخرج عن حق للتظاهر، من حقهم أن يتظاهروا. يعني هل هو فعلا حق الموضوع لا يخرج عن حق للتظاهر من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح للجميع أن هذا الادعاء غير صحيح، وأنا بودي أن أؤكد على 4 نقاط أساسية في هذا المجال. أولا، أنه لم يجري اقتحام للمنطقة الخضراء ولم يجري اقتحام للسفارة الأمريكية. كل ما جرى هو فتح أبواب هذه المنطقة شديدة التحصين أمام ميليشيات الحشد الشعبي وزعاماتها الإرهابية، وبعضها مطلوب على قوائم الإرهاب الدولية، وبالتالي سهلت لهم جميع الأمور للوصول إلى مقر السفارة الأمريكية في بغداد، إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد في الحقيقة، وجرت بعض الأعمال الغوغائية، أعمال الشغب الرعناء بالحقيقة، التي لا تنطبق مع أو لا تنسجم مع المعايير الدولية في حماية البعثات الدبلوماسية. الجميع يعرف أن هذه بعثة دبلوماسية بصرف النظر عن موقفنا المعروف من الاحتلال الأمريكي، لكن هذه بعثة دبلوماسية خاضعة للالتزامات المتبادلة بموجب اتفاقية جنيف التي تنظم هذه الأمور. النقطة الثانية، أن ميليشيات الحشد الشعبي جزء من السلطة، وبالتالي عندما ترتكب هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تتحمل السلطة، سلطة المنطقة الخضراء، نتائج هذه الأفعال التي ارتكبتها إحدى أجهزتها، خصوصا مع وجود مسؤولي هذه الأجهزة الميليشياوية والعصابات الميليشياوية في هذه الأعمال، وخصوصا فالح الفياض الذي هو رئيس هيئة الحشد الشعبي وزعيم ومستشار الأمن الوطني، وأيضا البرلماني كما يسمى هادي العامري، الذي الآن يريد أن يشكل حكومة جديدة في العراق، وهكذا. يعني أيضا أن الولايات المتحدة والحشد ليسوا أعداء، طرفان لا مع بعض في معركة واحدة دمروا مدن العراق وقتلوا أهله، وخصوصا في غربه وشماله، وكانت الولايات المتحدة تعترف بشكل واضح بأنهم يعملون في معركة واحدة. طيب، ومهام مشتركة. أستاذ مصطفى، يعني تحدثت عن أن السلطات في بغداد تتحمل مسؤولية ذلك أو مسؤولية ما حدث، يعني ماذا سيترتب عليها إذا كانت علاقتها مع الولايات المتحدة هي علاقة تخادم؟ يعني هناك التزامات بموجب القانون الدولي لصيانة والحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية، وهذا يستلزم من الدول التي يعني تحترم نفسها بالحد الأدنى حتى أن تحافظ على أمن البعثات الدبلوماسية. هذه البعثات الدبلوماسية وجودها في العاصمة العراقية يمنح هذا النظام أو هذه العصابة شرعية، وبالتالي يعني يجب أن يحافظوا على هذه الشرعية التي نزعها منهم شعب العراق أصلا عندما لم يصوت لهم، وعندما خرج بملايينه ليطالب بإسقاط هذا النظام. نعم أستاذ مصطفى، يعني كما هو واضح أن قادة من ميليشيا الحشد كانوا يقودون هذا الاقتحام، هناك ترتسم علامات استفهام حول طبيعة العلاقة الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق، كيف ستكون في الأيام المقبلة؟ أنا سبق أن قلت لك أن هذا الحشد والولايات المتحدة عمل مع بعض كطرف واحد، وقتلوا من العراقيين ودمروا مدن العراق. أما عن مستقبل هذا الحشد أو مستقبل العلاقة بين هذا الطرف الأمريكي ونظيره الحشدي، يعني كما يسمى في إطار التحالف بينهما، يعني أنا لا أعتقد أن هناك أزمة كبيرة ستحصل،
لأن يعني مفردات الواقع العراقي ستضبط الأمور، ولكن الميليشيات الإيرانية ستعمل يعني بشكل كامل في خضوعها للنظام الإيراني، وهذا هو ما سيؤزم الأوضاع في العراق، وليس فقط العلاقة بين الطرفين الأمريكي والحشد. طيب أستاذ مصطفى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته قال إن إيران هي من خططت للهجوم الذي شنته ميليشيات الحشد، يعني ما مصلحة إيران في ذلك من وجهة نظرك؟ إيران تعتبر العراق خندق الدفاع الأول عن أراضيها، وبالتالي فهي تقاتل بالعراقيين بدماء العراقيين وبأموال العراقيين لتحقق مصالح ومكاسب لمشروعها الفارسي العنصري الإرهابي الطائفي التوسعي. ولذلك ليس من مصلحة العراق الزج بأبنائه في هذه المهاترات الإيرانية الأمريكية. هذه يعني معركة بالنيابة يخوضها هؤلاء الرعاع الحشد الشعبي دون أن ينتبهوا إلى ما يعني ما سيترتب عليها في الواقع العراقي عندما يكون العراق هو ساحة الصراع الأمريكي الإيراني مباشرة. طيب أستاذ مصطفى، كل هذه الأحداث تحصل في خضم ثورة سلمية، ثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام. هناك محاولات كثيرة لركوب أمواج هذه الثورة بغية الاستحصال على مكاسب سياسية مستقبلية أو آنية. يعني صحيفة نيويورك تايمز تحدثت أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصور نفسه بطلا قوميا، وفي نفس الوقت هو يعني مستعد للعمل مع الميليشيات التي تدعمها إيران. كيف تقرأ ما ورد في الصحيفة الأمريكية؟ أولا أن الثوار متنبهون لهذه المحاولات يعني المستمرة لركوب موجة الثورة من هذا الطرف أو ذاك. أما تقييم الصحيفة الأمريكية فحقيقة أن المحللين الغربيين وبعض العرب أيضا يقعون في وهم كبير عندما يعني يفرقون بين مقتدى الصدر وإيران. مقتدى الصدر هو أخطر عناصر إيران في العراق، له مهام محددة في إنقاذ العملية السياسية الاحتلالية كلما وصلت إلى خانق، وبالتالي هذا دوره الذي يمارسه منذ بداية تشكيل ميليشياته المعروفة باسم جيش المهدي. ويجب أن نشير هنا إلى أنه ليس بطلا قوميا على الإطلاق، هو عنصر ميليشياوي قتل من الأبرياء الكثير، ومنذ اليوم الأول لدخول القوات الغزو الأمريكية قال إنه أن قوات الغزو الأمريكية وهي تتقدم إلى بغداد التقت به في صحراء النجف في يومي 5 و6 من أبريل 2003 ونيسان 2003، وبالتالي هو كما قلت هو عنصر ميليشياوي سفك من الدماء وسرق من الأموال، وهو جزء من هذه السلطة التي يزعم الخروج عليها. هو له وزراء وله برلمانيون وله وكلاء وزارات وله مدراء عامون، وهو يزعم أنه ساهم في تشكيل هذه الحكومة وهو السلطة يعني الحالية، وكذلك كان له دور كبير في إنقاذ سلطة نوري المالكي كما نعرف من الانهيار باتفاق أبريل نيسان 2010 أربيل 2010، وهكذا كانت له دائما هذه المهام. طيب القدرة في إنقاذ مشروع أستاذ مصطفى، يعني هناك يعني ربما تداعيات ما بعد اقتحام الميليشيات السفارة الأمريكية، يعني تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن أن عادل عبد المهدي له معلومات أو تم إخباره بالهجوم الأمريكي على المواقع، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك محاولة ربما لجعل عبد المهدي في مرمى الميليشيات؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر من أي زاوية؟ عادل عبد المهدي هو عنصر ميليشياوي بالدرجة الأولى، وولاؤه الأول والأخير لإيران. حاولت ربما الولايات المتحدة أن تجد حالة من الافتراق بينه وبين إيران في السنوات الأشهر الماضية، ولكن هو جزء من هذا المشروع الإرهابي الذي يعتمده الولي الفقيه
في العراق ولا يمكن فصله عن هذا المشروع على الإطلاق. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا لك.